كان لي اقتراح كده بخصوص موضوع الكرة، إن يا ريت في المرات الجاية إن بدل ما هما بيقدموا ترانيم وإحنا مجرد بنتفرج ونستمتع كده بس نبقى متفرجين، يعني يا ريت الكرة ياخدنا في الترانيم مع بعض. يعني لو يقدموا لنا يعني الترنيمة ونحفظها ونقولها معاهم، حتى لو يقدموا ترنيمة واحدة أو ترنيمتين ونتعلمها ونحفظ بيها، ده يكون أفضل من مجرد إن إحنا نسمع. لما نشترك كلنا زي ما بيقولوا في الترنيمة، كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. فلو كل نسمة بتسبح، المفروض إحنا نشترك في التسبيح، مش مجرد ان احنا بنسمع بس. يعني نفسي تبقى فقرة الترانيم دي فقرة احنا بنشترك فيها كلنا، اكتر من احنا قاعدين زي في مسرح بنتفرج ونسمع. احنا حاليا في فترة صوم الميلاد، واي صوم يبقى فترة للبناء الروحي. علشان كده عايز اتكلم معاكم النهاردة على البناء الروحي، وهستخدم 5 وصايا قالهم لنا القديس يهوذا ليس الإسخريوطي، اللي هو كتب رسالة من رسائل كثير يكون في كتابه المقدس عبارة عن أصح 1، و دي عبارة عن 5 نقط نفكر فيهم مع بعض. في من عدد 20 اللي هي صح 1 يقول: وأما أنتم أيها الأحباء، الوعصية الأولى، فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. كلمة عن بناء الروح، فمعلمنا يهوذا بيقول لنا نعمل ايه؟ ابني انفسكم على ايمانكم الاقدس. الوصية الثانية: مصلين في الروح القدس. الوصية الثالثة: احفظوا انفسكم في محبة الله. الوصية الرابعة: منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الابدية. الوصية الخامسة: ارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. مجرد 5 وصايا: ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين. نتكلم على نقطة نقطة من ال5 نقط دول. أول حاجة قال: ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. استخدم هنا كلمة الإيمان الأقدس عشان يميز هذا الإيمان عن الإيمان أو العقيدة اللي بينشروها المعلمين الكذبة. ما هو الملحد ده مؤمن، يؤمن بالإلحاد. البوذي ده مؤمن، يؤمن بالبوذية. يعني كل واحد عنده إيمان، لكن هنا قال ما تبنيش نفسك على أي إيمان. مش كفاية أن أنت يكون عندك عقيدة تؤمن بيها، إنما عايز تبني نفسك لازم يكون هذا الإيمان هو الإيمان الأقدس، الإيمان الأقدس اللي هو الإيمان الحقيقي، الإيمان المسلى مرة للقديسين. ربما تستغربوا أن القديس يهوذا يقول ابنوا أنفسكم، لأن البناء ده هو عمل الروح القدس فينا، ربنا هو اللي بيبنينا. لكن ربنا مش يبنينا من غير ما إحنا نتقدم لله ونقوم بدورنا في هذا البناء.
فليك تصور ان ربنا هو اللي هيقوم بعملية البناء كلها، ده تصور غلط. انا ليا دور، عشان كده بقول ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس. طيب، في ناس يقول لك العقيدة مش مهمة في الحياة. يعني انا كنت قاعد مع مجموعة شباب، قال يعني يا ربنا تفرق معاه لو انا اؤمن ان الروح القدس منبثق من الاب ولا منبثق من الاب والابن؟ ربنا تفرق معاه لو احنا بعد ما هنموت هنروح المطهر ولا نروح الفردوس؟ ده ازاي يأثر في حياتي؟ يعني انا حتى لو مختلف في العقيدة مش مهم، المهم انا عايش مع ربنا ازاي. لو الكلام ده مظبوط ما كانش يهوذا يقول ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس. ده اول خطوة في البناء الروحي، ان يكون عندك الايمان السليم، لان الايمان بينعكس على تصرفاتك وعلى سلوكياتك. فان كان عندك العقيدة السليمة يبقى الايمان سلوكياتك هتكون سليمة. طب الايمان بيجي منين؟ في رومية 10:17 يقول الإيمان يجي بالخبر أو بالسمع، والخبر ده بكلمة ربنا. يبقى أنا علشان أكون الإيمان لابد أقرأ كتاب المقدس، لأن أنا هعرف ربنا إزاي وهعرف العقيدة بتاعتي إزاي، هعرفها من كلمة ربنا. فالإنسان اللي ما بيقراش كلمة ربنا يبقى عمر ما هيبقى عنده إيمان، عمر ما هيبقى نفسه. من هنا إن كنت عايز تبني نفسك تمحتاج تسمع، تقرأ، تتأمل، تحفظ، تعيش بكلمة ربنا. والنهاردة كلمة ربنا يعني available بالنسبة لنا، سهلة جداً إن احنا نحصل عليها. يعني زمان يمكن كان الواحد علشان يجيب كتاب مقدس محتاج إنه يحوش فلوس عشان يقدر يجيب. النهاردة كلنا عندنا كتب مقدسة موجودة إلكترونيك فيرجنز وعلى الإنترنت، وكتب موجودة جداً جداً وسهلة جداً بالنسبة. وعايز أفكركم باللي أنا قلته لكم مرة قبل كده، يمكن لو حد نسي الحكاية دي. تعرفين الكتاب المقدس متسجل على شرايط او على سيديهات موجودة، والنهاردة في بعض ابليكيشنز على الايباد وعلى الايفون وعلى الاندرويد، الابليكيشن دي فيها كتاب المقدس مسموع، يعني تسمع كتاب المقدس. ممكن انت سائل العربية بتاعتك تسمع وكده. الكتاب المقدس يتسجل على كم ساعة؟ على كم ساعة؟ تسجل على 80 ساعة، يعني من أول صفر لآخر صفر من التكوين لصفر الرؤية واخد 80 ساعة. يعني أنت لو كل يوم سمعت ربع ساعة من الكتاب المقدس يبقى محتاج كم يوم؟ محتاج 320 يوم عشان تسمع الكتاب المقدس كله من صفر التكوين لصفر الرؤية. 320 يوم يعني 10 أشهر و20 يوم، يعني أقل من سنة. يعني أنت لو عملت كوميتمنت كده، كلنا بنسوق بنروح أشغالنا، كلنا بنقعد في العربية أكثر من ربع ساعة. لو أنت كل يوم حطيت لنفسك إنك تسمع ربع ساعة كتاب مقدس، ربع ساعة اسمع كتاب مقدس، ده معناها تخلص كتاب مقدس تسمعه مرة كل 11 شهر أو 10 أشهر. ولو زودت ربع ساعة دي خليتها تلت ساعة ولا نص ساعة كل يوم، تقدر تخلص كتاب مقدس مرتين في السنة. بس ده لا يغنى عن القراءة، ده مجرد انك بتسمع، ويمكن في أسفار عمرك ما قريتهاش، بس كل ما تسمعها كل ما تفهمها أكتر، ولما تقراها توضح. وخصوصا لو احنا بنقرأ حاجات بالتشكيل غلط، فلو انت بتسمعها على الأقل هتعرف تتقري زي صح، فلما تيجي تقراها هتفهمها. لأن في بعض آيات زي سفر أيوب لو ما قريتهوش صح بالتشكيل المظبوط أو أغلب النبوات هتلاقي نفسك مش قادر تفهمه، لكن لو جيت سمعت الواحد بيقراه صح هتلاقي كلام سهل ومفهوم.
احنا مش قادرين نفهمه، احنا مش عارفين نقرا صح بس كده يعني. فلما تيجي تقرا الكتاب المقدس يسهلك. فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس، والايمان بياتي بالسمع بكلمه الله والخبر بكلمه الله. فانت عايز تبني نفسك، اقرا الكتاب المقدس واحفظه واسمعه. يعني تخيل انت لو بتقرا الكتاب المقدس اصحاح كل يوم، هتخلص الكتاب في 3 سنين، وفي نفس الوقت بتسمع كل يوم ربع ساعة، يعني هتسمعه مرة كل 10 أشهر. انت في خلال كم سنة كده تكون أستاذ في الكتاب المقدس، يكون الآيات والقصص والنبوات كله بيقف في ذهنك، بيقف في ذهنك. وتخيل بقى شوف إيمانك يبقى قوي إزاي، وعقيدتك تبقى قوية إزاي، تبقى فعلا مستعدة لمجاوبة كل من يسألك على سبب الرجاء الذي فيك. الإيمان لازم يكون عندك إيمان قوي والعقيدة السليمة. الحاجة الثانية، بعمل ابن أنفسكم على إيمانكم الأقدس، المصلين في الروح القدس. تاني مش أي صلاة، زي ما تكلم على الإيمان ومش أي إيمان، قال ده الإيمان الأقدس. هنا لما بتكلم على الصلاة ما بتكلمش على أي صلاة، بيقول مصلين في الروح القدس. يعني ايه مصلين في الروح القدس؟ معنى الايه دي ايه؟ لو نروح لرومية 8:15، يقول اذ لم تاخذ روح العبوديه ايضا للخوف، بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. احيانا بعض الناس لما يقروها يا ابا الاب. ابا الاب يعني يا ابو الاب، بس الاب ملوش اب، ده الاب هو اصل الوجود. فتبقى القرايه دي غلط. لكن هو بيقول ايه بولس الرسول؟ بيقول انت خصم روح التبني، يعني انت ولاد لربنا، فبتقول لربنا بابا. ابا دي ابا يعني بابا، ابويا. فانت بتقولوا ايها الاب ابويا، ابا الاب دي معناها ابا ابي الاب، مش اب ابا الاب. ابا الاب دي قراية تبقى غلط، معناها هيكش بتخش في الهرطقة، يعني لان اكيد الله الاب له اب، فبتقولوا يا ابا الاب، لكن هي يا ابا ابي الاب الذي هو الاب. فمصلين بالروح القدس أول معنى ليها إنك تصلي كابن، وده اللي بولس الرسول بيقول. أنتوا ما خدتوش روح العبودية للخوف، أنت خدت روح التبني. الروح ده لما تقف تصلي تنادي وتقول على الآب آبا، لأن ربنا لما علمنا قال لنا إيه؟ ومتى صليتم فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات. يبقى مصليه في الروح القدس تصلي كابن. كابن يعني ايه؟ انت مش بتصلي انك خايف من ربنا، مش بتصلي عشان ده فرض، لو ما عملتوش ربنا هيوديني جهنم. لا، ده انا بصلي اني بحب ربنا. ابن واقف قصاد ابوه بيحبه، مستمتع بالوقفه معاه. نفس المعنى في غلاطي 4:6، برضو ان احنا اولاد الله وبنقول له يا ابا الاب. مصلين في روح القدس لها معنى تاني برضو في رومية 8:26، يقول ايه؟ يقول لان كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. مصلي في الروح القدس يعني خلي الروح القدس يقود الصلاة بتاعتك، خلي الروح القدس يقود الصلاة، يعني تصلي حسب مشيئة الروح القدس مش حسب مشيئتك أنت. علشان كده الكنيسة بتعلمنا إن احنا نصلي قبل ما نصلي. يعني ايه نصلي قبل ما نصلي؟ يعني داود النبي يقول له يا رب افتح شفتي،
علشان يا رب لما تفتح شفتايا ينطق فم التسبيح. فالكلام اللي اقوله ده يكون كلام الروح القدس. بل عايز اصلي حسب ارادة ربنا. او تلاقوا في صلاة نص الليل نقول له اعطنا يا رب يقظة لكي نعرف كيف نقف امامك وقت الصلاة ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق. يعني بقول يا رب علمني ازاي اقف وافتح فمي وارسل اليك التمجيد الصلاة التي تليق بيك. لما نصلي للروح القدس ونطلب منه انه يفتح شفاهنا وانه ينطق على افواهنا، ده هتبقى صلاتنا حسب مشيئة الله. مش كده؟ هي المزامير ايه؟ المزامير دي مش كلمات داود، ده المزامير هي الكلمات التي نطق بها الروح القدس على فم داود. امتى احنا لما نقف نصلي ينطق الروح القدس على افواهنا وشفاهنا ويشفع جوه قلبنا بأنات اللي ينطق بها؟ لو كل ما نخضع نفسنا لعمل الروح القدس في داخلنا، الروح القدس هو اللي يقود الصلاة بتاعتي. علشان كده أهمية الصلاة بالمزامير، إن المزامير بتخليك على الأقل لو أنت لسه ما وصلش لدرجة إن الروح القدس يتكلم على لسانك، فأنت بتصلي بمزامير نطق بها الروح القدس. فيبقى 100% المزامير اللي بتقولها دي حسب مشيئة الله، لأن دي نطق بها الروح القدس. ومن هنا الكنيسة بتعلمنا أهمية الصلاة بالمزامير. أيضا علشان تصلي تلاقوا بالروح القدس، يبقى أول معنى نصلي كأبناء، ده أول معنى ليها. والتاني معنى بحسب مشيئة الله، الروح القدس بيقود الصلاة. المعنى الثالث في أفسس 6:18 يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. الله بكل صلاة وطلبة، هو في أنواع للصلاة، في أنواع للصلاة. فلما تصلي حسب الروح القدس معناها، أو تصلي في الروح القدس معناها أنك تصلي بكل صلاة وطلبة، بكل نوع من أنواع الصلاة في الروح. إيه أنواع الصلاة؟ أنواع الصلاة خمسة، في خمس أنواع للصلاة. إيه هما؟ أول نوع من أنواع الصلاة الطلبة، أنك بتطلب من ربنا حاجة، يا رب أنا عايز كذا. تاني نوع من أنواع الصلاة اللي هي المشاعر. المشاعر دي طبعا ما بتطلبش حاجة، زي مثلا لما بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عادة حياتي ممن أجزأ، إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. هنا مفيش طلبات، هنا بتعبر على مشاعرك تجاه ربنا. فده النوع الثاني من الصلاة. النوع الثالث من الصلاة انك تصلي من اجل الاخرين. انت تصلي من اجل الاخرين، تتشفع في الاخرين. ده النوع الثالث من الصلاة. النوع الرابع من الصلاة اللي بنسميه الشكر، انك تشكر ربنا على شيء عمله معاك. تشكر ربنا زي ما نقول نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. اعلى انواع الصلاة هو النوع الخامس. الفكرة أنا أقول لكم بالتدريج، يعني الطلبة يعلوها المشاعر، يعلوها الشفاعة، يعلوها الشكر، آخر أنواع هو التسبيح. إيه التسبيح؟ التسبيح أنك تسبح الله لما هو عليه، ده غير الشكر. شكر بشكره على حاجة، لما نقول قدوس 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 رب الصباوت، ده تسبيح. لما أقول أنت أبرع جمالا من بني البشر، ده تسبيح. فديا أعلى أنواع الصلاة التسبيح. فالنهاردة بولس الرسول بيقول لنا مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح،
وساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يبقى الصلاة عشان تكون صلاة في الروح لابد أنها تشمل الخمس أنواع دول، اللي هي الطلبة، المشاعر، الشفاعة، الشكر، والتسبيح. يبقى مصلين في الروح القدس معناها بصلي كابن، بصلي حسب مشيئة الله، بصلي بكل أنواع الصلاة. أما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس. ثالث حاجة، واحفظوا أنفسكم في محبة ربنا يسوع المسيح. احفظوا أنفسكم في محبة ربنا يسوع المسيح. واحفظوا أنفسكم في محبة الله. واحفظوا أنفسكم في محبة الله. احفظوا أنفسكم في محبة الله ممكن أفسرها بطريقتين. الطريقة الأولى أني خلي ربنا باستمرار يحبك، أو حافظ على نفسك أنك تحب ربنا باستمرار. لكن تفتكروا أنه معنى هنا قصد القديس يهوذا قصد الثانية، لأن ربنا عمر ما هيبطل يحبنا، لأن هو الله محب، حتى الخطاة هو بيحبهم. فلما قال احفظوا أنفسكم في محبة ربنا، يقصد إزاي تخلي قلبك يستمر في حب الله. طيب إيه اللي ممكن يخلي محبة ربنا تنطفي في القلب؟ أقولك إيه اللي يخلي محبة ربنا تنطفي في القلب. في متى 24:12-13 يقول ولكثرة الإثم تبرد محبة كثيرين. يبقى لو في خطية مع الشيشة في قلبي وأنا بحب الخطية دي، محبة ربنا هتنطفي. عشان كده ربنا في رؤيا 2:4 يقول عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. المعنى الثاني او الحاجه الثانيه اللي تطفي محبه ربنا ان انا ما احفظش وصيه ربنا. في يوحنا 15 يقول لنا كده ربنا يسوع المسيح، يقول عدد 10 او عدد 9 اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يبقى إذن علشان أثبت في محبة ربنا أحفظ وصية ربنا. لكن لو أنا بعصي ربنا وما بطيعش الوصية بتاعته، ده يبقى أنا مش هثبت في المحبة بتاعت ربنا. يبقى علشان أثبت في محبة ربنا احفظوا أنفسكم في محبة الله، أطهر قلبي من الخطية. حاجة تانية أحفظ الوصية. الحاجة التالتة العشرة بقى، أنا كل ما تقضي وقت مع ربنا أكتر كل ما المحبة تزيد. حتى في العلاقات الناس المثل يقول لك ايه، البعيد عن العين بعيد عن القلب. نفس الكلام كده، لو انت بتقعد شهور ما بتكلمش ربنا كده المحبة دي هتضيع. لكن لو انت بتكلم ربنا باستمرار وبتقضي وقت مع ربنا باستمرار، المحبة دي تستمر. يا ترى انت بتقضي وقت قديم مع ربنا كل يوم؟ ايه الوقت اللي بتقضيه مع ربنا؟ وهل لو بتقضي وقت مع ربنا بتقضيه وانت بتعمل حاجات تانية؟ يعني هو الوقت اللي بتقضيه مع ربنا هو بس الوقت اللي انت وانت سايق وانت بتوصل حشيش وانت بتشتغل، هو ده الوقت بس اللي انت بتصلي فيه صلواتك؟ ولا بتدي وقت مخصص لله
ما فيهوش اي تشتيت والوقت ده بينك وبين ربنا. طبعا كويس انه يصلي هو بيشتغل صلي كل حين، لكن ده لا يلغي اهميه انك تدي وقت مخصص لله. يبقى اول حاجه احفظوا انفسكم، سوري ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس. تاني حاجه مصلين في الروح القدس. ثالث حاجه واحفظوا انفسكم في محبه الله. الحاجه الرابعه منتظرين رحمه ربنا يسوع المسيح للحياه الابديه. ايه دي مهمه قوي، منتظرين رحمه ربنا يسوع المسيح للحياه الابديه. اول ما تعمل خطه كده للبناء الروحي تقول اديني صايم، هبتدي ابني نفسي على الايمان الاقدس، وهبتدي اصلي في الروح القدس، وابتدي احفظ نفسي في محبه ربنا، مين اللي مش هيسيبك في حالك؟ الشيطان. الشيطان هتلاقيه واقف لك كده ويذكرك بقى بخطاياك، ولك تفتكر ان ربنا نسيلك كل الخطايا دي. ده من ضمن ألقاب الشيطان المشتكي. المشتكي نعرف ده في سفر الرؤيا صح 12 وعدد 10 يقول المشتكي على إخوتنا ليلا ونهارا أمام الله. يعني أكيد المشتكي يعني أكيد واحد بيشتكي قصاد القاضي، أكيد واحد عمال يرفع قضايا عليه ليل ونهار، واحد بيقدم شكاوى كده في الاسم ضدك ليل ونهار. الشيطان بيعمل كده، عمال يقدم شكاوى ضدنا أمام ربنا ليل ونهار باستمرار، شكاوى كاذبة وشكاوى حقيقية. ويجي بقى الشيطان يحسسك ان مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. عشان كده القديس يهوذا قال لك جزء اساسي جدا جدا في بنائك الروحي ان يكون عندك رجاء. والرجاء ده مبني على ايه؟ على رحمه ربنا يسوع المسيح. تعال كلمه رحمه ربنا دي نفكر فيها شويه. اول حاجه رحمه ربنا دي عمرها ما بتخلص. بولس الرسول يقول الله الذي هو غني في الرحمة، رحمته فيها غنى، فعمر من ربنا مرة هيك وبص خلاص الرحمة خلصت مفيش. فربنا غني في الرحمة. تاني حاجة ان الرحمة دي زي ما قلتها اكتر من مرة لا تعتمد على استحقاقنا، لانها لو تعتمد على استحقاقنا ما تبقاش رحمة، تبقى مكافأة. يعني انت لما تاخد حاجة انك تستحقها ما بقاش عمل رحمة، تبقى مكافأة. يعني انت لو اشتغلت وجيت في اخر الشهر قبضت المرتب بتاعك، لا ده بدون المرتب ده عمل رحمة؟ لا ده حق. لكن لو جه واحد بيساعدك وبيديلك فلوس لان انت محتاج ده بنسميه ايه؟ عمل رحمة. يبقى عمل الرحمة ده لازم نفهم ان هو غير مبني على استحقاقنا، انما مبني على صلاح الله. الله المحب، الله الصالح، الله الخير، الله الرحوم. عشان كده يونان دي كانت مشكله يونان مع ربنا، انه كان عارف ان ربنا رحوم، وقال كده في يونان اصحاح 4 يقول انا اعلم انك رؤوف رحوم طويل البال بطيء الغضب نادم على الشر صالح. فقديس يهوذا بيقول لك وانت بتبني نفسك اوعى تفقد الرجاء، لان الرجاء ده هو اللي هيخليك موتيفيتد متشجع انك تكمل جهادك. هو لو واحد مثلا عيان وبياخد حاجة صعبة قوي مثلا زي الكيمو ثيرابي، لو قالوا له نسبة النجاح بتاع الكيمو ثيرابي دي 90% يبقى ولا 95% ولا 99% يبقى متشجع قوي وبيحتمل كل الألم لأن في رجاء. هنا بقى مش 99% دي رحمة ربنا، دي رحمة ربنا. فقال لك انتظر رحمه
اتربيت. طب احنا احيانا عشان احنا في عصر السرعه, فالواحد بيبقى محتاج عايز كل حاجه دلوقتي وحالا. انما الكتاب المقدس مش بتاع دلوقتي وحالا, الكتاب المقدس بيعلمنا الانتظار, يقول طويلا انتظرت نفس الرب من محرز الصبح الى الليل فلينتظر اسرائيل الرب. انتظر الرب, تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. اما منتظر الرب فيجددون قوه. يبقى اذا الكتاب المقدس بيعلمنا هنا حاجه تانيه بقى, يعني ان انت تنتظر, طول بالك, تستعجلش, ورحمه ربنا جايه. منتظرين رحمه ربنا يسوع المسيح اللي هي للحياه الابديه, اللي هي تورثك الحياه الابديه. خلي عندك رجاء, هما اللي ربنا مات على الصليب ليه؟ عشان يدينا الرجاء في الحياه الابديه. مات على الصليب عشان يقول انا بحبك وانا رحمتك من خطاياك وانا رحمتك من خطاياك. اما انتم ايها الاحباء ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس, مصلين في الروح القدس, احفظوا انفسكم في محبه الله, منتظرين رحمه ربنا يسوع المسيح للحلقه دي. نقولها مع بعض عشان احفظها, نكمل نقول مع بعض. اما انتم ايها الاحباء ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس, مصلين في الروح القدس, واحفظوا انفسكم في محبة الله, منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. سهل, ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس, مصلين في الروح القدس, احفظوا أنفسكم في محبة الله, منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. آخر نقطة, عمل الخدمة بقى, يعني اللي ده الرحمة يبقى رحوم. يعني أنت لو الناس ابتدت تتعامل معاك وتساعدك وتقف جنبك, الوضع الطبيعي ان انت تبقى رحوم وتعمل مع الاخرين نفس اللي تتعامل معاك. فهنا يهوذا الرسول بيقول لنا ايه؟ ان ربنا رحمنا, عشان كده الايه اللي بعدها قال وارحموا البعض مميزين. لابد انت تكون برضو معامل رحمه مع الاخرين. ارحموا البعض مميزين. يعني ايه مميزين؟ يعني ايه مميزين؟ فضيلة الافراز او التمييز دي فضيلة مهمة جدا وانت بتتعامل مع الاخرين. ارحموا البعض مميزين. اول حاجة لازم تشوف ايه الاحتياج بتاعه علشان تقدر ترحمه. لان انت ممكن وانت بتتعامل مع الاخرين تساعده حسب رؤيتك انت مش حسب احتياجه هو, فما تقدرش تساعده. لكن الحقيقة علشان تقدر تساعده لازم تشوف ايه احتياجه هو, وبناء عليه تقدر تساعده. يعني مثلا لو واحد بياخد دراجز أدكت وانت عايز ترحمه, من الوصية بتقول ارحموا البعض مميزين, فانت قلت انا عايز اعمل معمل رحم, اعمل ايه؟ فديله فلوس. انت بتريدي بتضره, انت مش يعني هنا بقى فيش تمييز. اللي هاخد الفلوس منك يعمل بيها ايه؟ يروح يشتري بيها دراجز. فانت كده مش بترحمه, مش بتعمل معاه الرحمه, انت بتضره. لما عايز تعمل معاه الرحمه تروح تاخده رهاب سنتر وتعالجه, يبقى ده كده عمل رحمه. فهنا بيقول لك لما تقوم بعمل الرحمه لازم يكون عندك تمييز, لان ممكن تكون انت نيتك كويسه وعايز تساعده اللي قصادك, بس بيهتم انك بتساعده انت بتضره ما بتساعدوش. ارحموا البعض مميزين. ممكن واحد تاني ما بيشتغلش, فانت قلت هساعده اديله فلوس فبتديله فلوس, بس انت كده علمته ايه؟
الكسل. عشان كده بولس الرسول قال من لا يعمل لا ياكل ايضا. طب هنا عمل الرحمه مع الشخص ده يكون ايه؟ انك تدور له على شغل مش انك تديله فلوس. وزي ما بولس الرسول في افسس يقول بل يعمل الصالح بيديه لكي يكون عنده ان يعطي من له احتياج. يعني انت لما تعلم ده شغلان. وده الفرق بين التنميه والاحسان. التنميه والاحسان، الاحسان انك بتدي فلوس، انما التنميه انت بتنمي الشخص. development and charity. development انت بتنمي الشخص، charity انك بتساعد. فارحموا البعض مميزين. وانت بتعمل عمل رحمه لازم يكون عندك تمييز. مش بس مطلوب مني اعمل عمل رحمه، الآية اللي بعدها قال وخلصوا البعض بخوف. خلصوا البعض بخوف يعني تخلصوا من ايه؟ من الخطية. طب ليه تخوف؟ لألا تجرب أنت أيضا. في غلاطية 6:1 بولس الرسول يحط لنا منهج على حكاية خلصوا البعض بخوف. يقول إن انزلق أحد وأخذ في زلة ما، لو واحد وقع في خطية، فأصلحوا أنتم الروحانيون مثل هذا. أنا مش أي حد، لازم اللي يساعد الإنسان اللي أخذ في زلة يكون أول حاجة إيه؟ روحاني، مش أي حد. فأصلحوا أنتم الروحانيون مثل هذا. إزاي؟ بروح الوداعة. وبعدين إيه تاني معلمنا بولس الرسول يقول لك ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. يبقى واحد يكون روحاني وفي نفس الوقت بيساعد اخوه بروح الوداع، مش انا اقبر منك انا احسن منك انا جاي اساعدك. والحاجه الثالثه ناظرا الى نفسك لألا تجرب. تعرف انا بشبهها بايه؟ لو واحد بيغرق وانت عايز تخلص بس انت ما بتعرفش تعوم، بس قلبك عايز تخلص فرحت عشان تخلص وتغرقوا مع بعض. فعش كده بولس قال مش اي حد. وهنا بول يهوذا بيقول خلصوا البعض بخوف. تشبيه بقى اللي عامله يهوذا ده جميل قوي. قال لك انت لو واحد في حريقه وهو موجود جوه الحريقه ده، هتنزل تتمشى تدخل جوه النار براحتك كده؟ محدش يعمل كده. ده الراجل بتاع المطافي ينط جوه النار ويخطف الانسان ويخرج بره. خد نفس التشبيه كده، قال خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. مختطفين من النار، لان دي من ضمن الخداع بتاع الشيطان، ان يقنع الواحد انه فلان ده في خطيه، يقول لك قرب منه عشان تنقذه. وبعدين تقرب وتقعد معاه وتقضي وقت معاه، في الاخر تلاقي نفسك وقعت في نفس الخطيه اللي هو واقع فيه. مش كده بولس الرسول قال لا تضلوا المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيد. فخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. طب بالخوف لغايه انه حد يا معلمنا يهوذا يقول لك مبغضين مش بس الخطيه، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. يعني الثوب اللي ممكن يكون تدنس بالخطيه حتى الثوب ده انت تبغضه. لهذا الحد الواحد يكون حريص. يبقى هنا اتكلم ان انا عشان ابني ده وده بيبنيني انا في الاخر. انا مش ببني الاخر، ده انا وانا بساعد الاخر انا ببني نفسي. ابنوا انفسكم. فلما بعمل عمل رحمه ده بناء للنفس، ولما بنقذ واحد من خطيه ده انا ببني النفس. ببني نفسي. بس اللي ينقذ واحد من خطيه لازم يكون هو روحاني، يكون بيعرف يعوم علشان يعرف ينقذ الغرقان ده. لازم ينقذ الاخر بالخوف. بالخوف يعني مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. دولت 4 آيات في رساله يهوذا من عدد 20 ل 23.
بس فينا منهج متكامل لحياتنا الروحية لو نراجعهم مع بعض. أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. نقول مرة تانية عايزكم تحفظوهم الأربع آيات دول، سهلين وبيحط لنا منهج حلو. أما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، ارحموا البعض مميزين، خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. بإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. شد أسئلة ونجاوب بسرعة. حد بيقول يعصرني كثير من الخدام بكلام لا يليق وكل هذا الكلام من الفيسبوك. طبعا الفيسبوك دلوقتي الخدام بيحط صورهم عليه، بيكتبوا تعليقات الحاجات اللي هما بيحبوها لايكس، فبيئة الفضيحة يعني بجلاجة. بس أنا مش عايز الخدام يبقوا مرائين، يعني ينظف الفيسبوك بتاعه هو من جوه بقى حياته يعني غلط. لكن فعلا أنا حتى من الآباء كان بيكلمني عن الموضوع ده، كان بيقول لي أنا بفكر أعمل حاجة، أخد شوية صور من الفيسبوك، قال لي وأخبي الوشوش بتاعت الناس عشان ما عرفوش مين، وأعرض الصور دي عليهم في اجتماع الخدام وأقول لهم إيه رأيك في اللبس ده؟ ودي بقى إن دولة خدام وخدمات موافقين إن يبقوا لابسين كده، مش عارف بقول عمل كده يعملوا معايا. بس فعلا ممكن يبقى عثر لو خدام وخدمات بيقولوا كلام لا يليق، لو في اللايكس الحاجات اللي بيحبوها حاجات لا تليق، لو صورهم لا تليق، يخدموا بعد كده ازاي؟ ممكن تسبب عثرة، ممكن تسبب عثرة كبيرة جدا جدا. تاني انا ما بطلبش ازدواجية، ما بقولش شيلوا حاجات دي من فيسبوك وخليك ماشي زي ما انت، لا، نظف الاول داخل الكأس والصحفة فتطهر خارجها ايضا، وارجو ان الخدام يكونوا قدوة ومثال. حد بيقول في ناس بتوقف في الشارع في الاشارات بتطلب مساعدة، نساعدها ولا لا؟ أنا مرة واحد قال لي أنا اللي بيطلبوا مساعدة دولت بيخلي معاه في العربية حاجات عينية علشان ما يديرهمش فلوس، يعني معلبات أي حاجات زي كده يدهاله، أغلبهم بيبقوا كاتبين hungry I want to eat or whatever، فممكن ده يكون حل. ماذا أفعل لكي أحصل على فضيلة الرجاء؟ إذا كنت أفشل كثيرا والآخرين يحكمون علي أني فاشل وأنا أرى أني فاشل جدا جدا جدا، بس في نظر ربنا أنت مش فاشل، لأن ربنا جه
من أجل الخطاة. يعني لو أنت زي ما كنت بقولهم مع الشباب على ما أعتقد، لو أنت زي المقعد اللي بقاله 38 سنة، الناس قالوا استحالة ده يشفى إنما المسيح قومه. لو أنت زي العازر اللي مارسة أخته قالت لقد أنتن، يعني لو هما الآخرين بيقولوا عليك إنك فاشل، زي ما مارسة قالت على المسيح على العازر أخوها لقد أنتن، وربنا قالها ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله. سيبك من كلام الناس، سيبك من كلام الناس، إحنا في وشية المرض بنقول ربنا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين. أقول لك آية حلوة على موضوع الفشل في كورنثوس الثانية أصحاح واحد. كورنثوس الثانية أصحاح واحد بولس الرسول يقول: ولا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة التجربة التي أصابتنا في آسيا حتى يئسنا من الحياة فشل وكان لنا حكم الموت في أنفسنا، لكي لا نتكل على أنفسنا بل نتكل على الله. وديهم الآية الجميلة دي: الذي أنقذنا، ده في الماضي، من موت مثل هذا، وهو ينقذنا، ده في الحاضر، الذي لنا له رجاء فيه، لنا فيه رجاء أنه سينقذنا في المستقبل. حط رجائك في ربنا مش في البشر. سير الناس يقولونك عليه وبص ربنا. لو اللص اليمين فكر في الناس اللي بيقولوا عليه ما كانش قال اذكرني يا رب ما دي جيت في ملكوتك. حط رجائه في ربنا وربنا تداله مصر. مع علاج الشروط في الصلاة انك حول الفكر اللي انت بتسرح فيه لصلاة. حول الفكر اللي انت بتسرح فيه لصلاة. فلما تحول الفكر ده لصلاة ده علاج الشروط في الصلاة. يعني مثلا انت وقف بالصلاة، سرحت في الشغل بتاعك وقف صلاة لأجل الشغل، سرحت في أولادك وقف صلاة لأجل أولادك. فكل فكر بتتشتت فيه بتحول لصلاة. حتى لو سرحت في حاجة هايفة كده قول له يا رب أنا مش عارف إزاي أقف قصادك وأسرح في الكلام الفاضي ده، فعلمني يا رب إن أنا إزاي أثبت فكري فيك. واحد يقول: كيف نعرف اللاهوت؟ اللاهوت هو الله، طبيعة إلهية بتاعت الله، والله غير الموصوف، يعني فوق التعريف وفوق فيه. عشان كده احنا لما نيجي نوصف ربنا، تعرفين لما الواحد ما يعرفش يوصف حاجة فيقول هي مش كذا مش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا. دايما لما نتكلم مع ربنا نقول ايه؟ غير الأبدي، غير الزمني، غير الموصوف. لأن عايز يقول ربنا له كذا وله كذا وله كذا وله كذا. طب هو ايه؟ سر يفوق عقلنا، مفيش كلمات تقدر توصف هو ربنا ايه. فدايما لما تلاقوا وصف اي شيء بياخد انه غير كذا غير كذا غير كذا، يبقى معناه ايه؟ احنا نعجز عن ان نصف. مش كده بنستخدم غير وغير وغير وغير. توفي والدي منذ 20 عام، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر لي في حلم او رؤيا، علما بأنهم كانوا يحبني جدا. ولم أتذكر يوما أغضبتهم، أخشى أن يكون زعلانين مني. هو كل حد بينتقل بيظهر؟ لا يا حبيبي، لا لا، فما أنا قلت بعد ما انتقل ما ظهرليش خالص. لا ما تفكرش كده، كده ما بيحبوك بيصلوا من أجلك في السماء. أنا إنسانة لم أعترف لأكثر من سنة، والسبب إن كل مرة لما أقابل أبونا أقول له نفس الخطايا وأحمل خطايا أكثر. وبصراحة أنا يئست من نفسي، وأعتقد برضه أبونا يئس مني ومن خطاياي. هل ممكن أعترف على ربنا مباشرة؟ أنا برضو من ساعة ما ابتديت أعترف من زمان لغاية النهاردة بكرر نفس الخطايا. يعني عايز أقول
لان احنا ربنا عارف ان احنا بشر وممكن نقع في نفس الخطايا. مش كده ربنا ادانا سر الاعتراف وادانا سر التنامل لان احنا محتاجين لهم. انا مش بقول الكلمه دي معناها خلاص بقى سيدنا قال كده بكل واحد بقى يعيش متواني، لا لا، انا عايز اقول ان من كلمات التحليل اللي ابونا بيعرف في الاعتراف كلمه بتاثر فيها جدا، لما ابونا يقول ايها السيد الرب العارف بضعف البشر. فبقول الرب تعرف ضعفنا، انا كلنا رب نفسنا ان احنا نخلص تماما من خطايانا وما نرجع لهاش ابدا، لكن انت عارف رب ضعف البشر. فجهدي واتكل على ربنا واعترفي، ويعني صدقيني اكيد ابونا برضو بيقع في نفس الخطايا اللي بيعترف بيها كلنا. فهو شيء اسمني احنا انا بشبهها زي ايه؟ زي هدوبنا دي، خايبه واحده كل ما اغسلها ترجع تتوسخ تاني، خلاص مش هغسلها. مش بيعمل كده. اول ما الهدوب تعرف تتوسخ تغسلها تاني. فنفس الكلام، اول ما نفسي تتسخ بالخطيه اغسلها تاني في الاعتراف والتوبه. حد بيسأل على إني بيكح باستمرار وعنده بلغم وبعد التناول البلغم ده ممكن يعني لو بعد ما تناولت ويعني خرجت بلغم أو حاجة زي كده ممكن حاول إنك يعني المناديل دي يا إما ترميها في مية جارية يا إما تدفنها يا إما تحرقها كده يعني. وحكاية الشروط الفكر وأنت بتصلي نتكلم على موضوع شروط الفكر. حد بيقول ايه رأيك في النقطة، يمكن دي حاجة بتضحكنا لكن لو كانت الناس سابت التنكيت على الصعيدة دلوقتي وابتدي نكته على الزوجة والأم والمرأة عموما. بتقول بعض الناس بيبصلها من النكت بنضحك وخلاص، ولكن إحساسي هذا إنه ده عدم احترام. كيف أقبل هذا الكلام؟ يعني هو انا عايز اقول حق، يعني عايز اقول لمن طرفيه، هي غالبا دي واحده هي اللي كتبت السؤال ده وبتقول ان التنكيد دلوقتي على الزوجه والام والمراه فاشكاليه متضايقه. يعني هو عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولى بالنسبه انت ما تبقيش حساسه قوي، يعني عدي الحاجات دي وما تختهاش بحساسية يعني. وبالنسبة للي بيقول النكت برضو ما يتمدوش فيها قوي يعني. لان احيانا ممكن برضو الحاجة اللي تزيد عن حدها تنقلب لضدها يعني. فلو واحد عمال مثلا ينكت نكت كتير 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 مثلا على المرأة او الزوج او الام، او نكت كتيرة على مثلا الصعيدة أو حاجة زي كده، ففعلا دي ممكن يعني تجرح مشاعر بعض الناس كده يعني.
فأرجو يعني ما يكونش في مغالاة في حاجة زي كده ولا يكون في حساسية. يعني لو قفشة لطيفة تعدي، لكن المغالاة في الحكاية دي ممكن فعلا تجرح مشاعر بعض الناس، ولكن برضو اللي بيسمع نقطة دي يعدي بقى، يعني ما يبقاش حساس ويعدي، لأني بتهيألي الناس بتفضل تقول نكت، فأنت لو هتزعل من النكت تبقى مشكلة يعني. آخر حاجة ده سؤال لبرق بطرس أنا هوصله لوالدتي. اتفضل نسمع. أيها المولود من الأبقى قبل كل الطهور، ارحمك عظيم رحمتك بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وسائر صوف الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمساك والسواح والعباد المجاهدين الذين أرضوا رب عبانا مسرح كل حين. بركة الملائكة هذا اليوم، بركة القديس هذا اليوم، بركة رئيس الملائكة الكريم مخيل والقديس حبنا المدام وسادات الأباء الرسل، بركة مرمورس دروز بدا المصري الشيب العظيم ماري جيركس، بركة الشيب مارمينا، بركة الأنبا أطونيس والأنبا أونيس كام، وبركة صوم البادي المجيد، وبركة سيب العزراء مرة وانا ماخرة، بركاتهم المقدسة ونعمتهم قوتهم وعلتهم شفعتهم وهبتهم تكون معنا جميعا أمين بإخريستوس بنوتي. فورو انت تيهيرين ومينام التكهيرين يسلينام التكهيرين كالنوفين النفول جيسوك تتيهون بيون بيسمون بيأماش أني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا المقدس يسوع المسيح شركة مهمة روح قدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الرب يكون معكم.